صباح الخير واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كأنك هناك. انا دلوقتي في دولة الامارات العربية الشقيقة، الامارات العربية المتحدة، وفي مدينة دبي، ورايح احدث شيء صار في المدينة واجمل شيء صار مدينة قالوا لي لازم تروحه. الصراحة انا بحبش اروح شغلات حديثة، ولكن انا رايح شيء احدث من الحداثة هتشوفوه دلوقتي، اللي اسمه متحف المستقبل. ايه يا طارق اللي موجود في متحف المستقبل ده؟ اللي هنشوفه حاليا هو احدث شيء موجود في الامارات وبيعبر عن نظرة الامارات للمستقبل. هلا رايحين وهنشوف ايه اللي هيحصل، فيلا بينا لو انت مستعد، ولو انت بتشجع تشوف متحف المستقبل اشترك بالقناة فورا وجهز حالك عشان هتسافر معايا الى دبي ومتحف المستقبل، ويلا بينا. يلا وصلنا لمحطة أبراج الإمارات اللي فيها متحف المستقبل. شايفين الجمال؟ أنا منبهر حتى من قبل ما أدخل. شايفين الحلاوة؟ أصلا شكل المحطة بدون ما ندخل كأنك داخل في فيلم خيال علمي. طالع من المحطة ومكتوب متحف المستقبل إلى المستقبل. وأصلا بدون ما أخش متحف المستقبل أنا حاسس إن أنا وأنا في دبي في المستقبل. شايفين شكل محطة المترو عاملة إزاي؟ شغلة خرافية التصميم تبعها. متحف المستقبل. كل ده طريق واضح ان فيه مشي كتير لغاية ما نوصل. ومتحف المستقبل بيكون واحد من اشهر المعالم الموجودة في مدينة دبي، وبيكون موجود في الحي المالي في المدينة في منطقة اسمها ابراج الامارات اللي بتكون قريبة من شارع الشيخ زايد في دبي. متحف المستقبل أجمل مبنى على وجه الأرض، هنشوف بعد شوية. مش هنخلص بقى من الطرق الطويلة دي، بقالي تلت ساعة ماشي. حاسين الإحساس ده؟ أنا حاسس كأني ماشي في سفينة فضاء. وصلنا أخيرا هنا المدخل. أيوة فتح الباب. يلا واحدة واحدة. ياه واو. لا لا جميل جميل. أنشأ المتحف مؤسسة اسمها مؤسسة دبي للمستقبل بهدف محاولة التنبؤ واستشراف الشكل اللي هتكون عليه مسيرة التطور في السنوات الجاية مع تطور العلوم والتكنولوجيا في العالم. وهدف تاني إنها تدعم التطور التكنولوجي والابتكار، خاصة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي زي ما احنا شايفين. يا جماعة أنا أول مرة أشوفه في حياتي، شفته على التلفزيون كتير. أول مرة كلب آلي بيتخذ كل قراراته بنفسه، AI كامل. وراك وراك وانا حسيبك، ده مش انا لوحدي، ده البشرية كلها ماشية وراه، ده نجم المتحف كله الكلب الذكي ده. ايه اللي طاير هناك ده؟ دي كمان عصفورة ذكية. شفنا الكلب الذكي ودلوقتي الحمامة الذكية دي، غريبة جدا. في كمان حاجة لازم أفكركم بيها، إن لو عايز تيجي على المتحف ده لازم تحجز تذكرتك من الإنترنت قبل ما تيجي مقدما، علشان مفيش بيع تذاكر هنا. يا جماعة مفيش أي كابلات واصلة بيها، مفيش أي حاجة واصلة فيها، دي طيارة بدون طيار مستحيل. وبعد الكلب الذكي حان الوقت مع الحمامة الذكية. تعال تعال تعال. لا مش تيجي قوي كده، لا لا مش لدرجة توعي عليا، لا. وسعر تذكرة الدخول للمتحف 149 درهم إماراتي، ممكن تشتروها من خلال الموقع الرسمي لمتحف المستقبل. وانت بتحجز كمان لازم تختار وقت محدد للزيارة. وانا حجزت ودخلت الكود وطلع اسمي وطلعت لي البتاعة الغريبة دي. خلينا نفتحها ونشوف ايه اللي فيها. بس فتحتها في اسوارة، الاسوارة دي وانت داخل على اي قاعة من القاعات مش محتاج توريهم التيكت، الاسوارة دي هي بتعبر عن كل شيء وتخليك تدخل فورا. ومتحف المستقبل بيفتح ابوابه للجمهور يوميا من الساعة 9:30 صباحا لغاية 9 مساء، واخر وقت لدخول المتحف
فبيكون في الساعة 7 مساء. وجوه كان زحمة جدا لغاية ما يجي دوري، فقلت خليني افرجكم المتحف من برا. المتحف تم تصميمه على اساس 3 عناصر رئيسية، التل الاخضر والفراغ اللي في نصه. اما عن المبنى فهو تم تصميمه عشان يكون اعجوبة معمارية وهندسية بتوصل الماضي بالمستقبل، وشكله الغريب ده بيغير مفهوم المتاحف التقليدية بمفهومها العام باستخدام احدث التقنيات المبتكرة زي ما انتوا شايفين في تصميمه. وصمم المهندس المعماري شون كيلا متحف المستقبل، وبيتميز بهيكله الجميل المصنوع من الفولاذ والزجاج زي ما انتوا شايفين، اللي ادرجته بعد كده مجلة ناشنال جيوغرافيك على قائمة اروع 14 متحف في كل العالم. فعلا جميل جدا. اما التلة الخضراء المبني عليها المتحف فبتمثل ارتباطنا احنا البشر بارضنا الارض الغالية، اما الفراغ الموجود في النص فبيمثل المستقبل الواعد. متقوليش ازاي، بس هو المفروض الفراغ ده بيمثل المستقبل، لان احنا لسه بصراحة معرفناهوش. اما التصميم والكتابة الموجودة عليه فصممها الفنان الاماراتي مطر بن لاحش، اللي بيتباهى فيها بلغتنا العربية جميلة على شكل 3 اقتباسات ملهمة من اقوال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي يعني لو انتم مش شايفينها خليني اقراها لكم، بس واحنا بنكتشف المتحف علشان يمكن يكون لها معنى اكتر. والتصميم المستقبلي الجميل للمتحف بيعكس مفهوم جديد مختلف عن المباني الشاهقة الموجودة في معظم مدينة دبي، وبيرمز البناء بتصميمه الدائري للإنسانية جمعاء كلها. وكفاية كده، خلينا بقى ندخل نشوف المتحف. وبدأت الرحلة. يا جماعة المكان ده كأننا في جوا صاروخ وطالعين على محطة فضائية في مدار الأرض اسمها محطة الأمل. وبيمتد المتحف على مساحة 30,000 متر مربع وبارتفاع 77 متر على 7 طوابق. أعتقد أن احنا طالعين على آخر واحد فيهم. I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists from around the world. Follow me. داخلين جوه الأوضة دي كأننا داخلين جوه صاروخ عشان نطلع على محطة الفضاء الدولية. أمل، مش بتخلين الحماسة قد إيه؟ المكان فعلا كأنك جوه صاروخ. الصاروخ بدأ ينطلق، إيه رأيكم؟ صاروخ ولا مش صاروخ؟ وطلعنا برا الفضاء، يا الله. نبعد عن الأرض، وبعدنا كتير. طلعنا برا طبقة الأرض الأولية والنجوم بقت واضحة. بدأنا نلتحم بمحطة الفضاء الدولية. سيميليتور خطير.
داخلين على محطة الفضاء أمل اللي بتكون القسم الأول من الخمس أقسام الرئيسية اللي بتكون متحف المستقبل. فتنقسم تجربة المتحف في خمس أقسام رئيسية. القسم الأول اسمه محطة الفضاء المدارية أمل اللي بنجرب فيها الحياة في المحطة الفضائية على ارتفاع 600,000 كيلومتر عن سطح الأرض. يعني المحطة الفضائية هاي بتركز الطاقة فيها الطاقة الشمسية وترجع تبعت لنا كهرباء على الأرض. يعني هيك تصورهم للمستقبل. فالقاعدة دي هي قاعدة لتغذية الأرض بكل اللي هي بتحتاجه. يعني كل المصادر اللي بتحتاجها الأرض بيقدروا ياخدوها كمان من الكويكبات اللي بتدور حوالين الشمس. يعني أفكار خيال علمي كلها، ولكن بيقول لك بركي كده في المستقبل بعد 50 سنة. منظر بانورامي رائع جدا، كأننا في المحطة الفضائية وبنطل منه على كوكب الأرض. شايفين يا جماعة كوكبنا قد إيه جميل. نشوف دلوقتي غروب الشمس على كوكب الأرض. الإضافة كده كمان يعني في معلومات كاملة عن الكواكب والمجموعة الشمسية، لو أنت معك أطفال هينبسطوا هنا جدا. هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني أضغط كده، أنا حاسس إن الأطفال بيفهموا أكتر مني في علوم الفضاء. والمركز ده كانت بداية فكرته في 4 مارس سنة 2015 لما أعلن نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد عن خطة لتأسيس متحف المستقبل الجديد. وكانت فكرته أن يلاقي مكان لإنتاج اختراعات مستقبلية ودعم مهمة الإمارات في أنها تكون محرك للعالم في الابتكار. حاطين كل حاجة ممكن تستفيد فيها في الفضاء زي النيازك والمعادن الموجودة، لكن أهم شيء هو طريقة تشغيلهم اللي هتكون كلها عن طريق الأجهزة الاصطناعية وروبوتات زي الروبوت الموجود قدامنا ده. عجريب جدا. وفي 24 إبريل سنة 2016 افتتح الشيخ محمد بن راشد مؤسسة دبي للمستقبل اللي هيبقى متحف المستقبل اللي احنا ماشيين فيه ده جزء منها بعد كده. وانا بحكي لكم شوية تاريخ كمان، بلعب دي المحطة الفضائية الموجودة على سطح القمر ومكانها فيها دلوقتي. يعني احنا مش بس على المحطة المدارية، ولكن كمان احنا على سطح القمر. وبعد 6 سنين بالظبط في 22 فبراير سنة 2022، شايفين التوقيت عامل ازاي، تم افتتاح متحف المستقبل رسميا. وتم افتتاح المتحف في التاريخ المحدد ده اللي فيه اتنينات كتير عشان يكون تاريخ بالندرومي. والتاريخ البالندرومي هو السياق المتناظر، يعني كل كلمة أو جملة تتقرا من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين بدون أي اختلاف في لفظها أو معناها. زي تاريخ افتتاح المكان هنا اللي كان يوم 2 شهر 2 سنة 2022. أنا هسجل نفسي كواحد من المتطوعين في رحلات المستقبل، حط الإسوارة، ما شاء الله أعرف اسمي، أشتغل طيار أسطول بين الكواكب ما شاء الله، وهذا شكلي وأنا لابس بدلة الفضاء كمان يا جماعة، والله لايق علي. ورجعنا مرة تانية على المصعد الفضائي علشان بعد رحلتنا في المحطة الفضائية نرجع تاني لكوكب الأرض ونروح على القسم التاني من متحف المستقبل. وانتوا معايا في التجربة كاملة يا جماعة. أرض المصعد الفضائي اتفتحت وباين كأننا بنقرب من كوكب الأرض واحدة واحدة. شايفين دخلنا في المجال الجوي للأرض وبدأت يحصل فيه شوية كده حرارة، وبنقرب من دبي وكوكب الأرض. على متحف المستقبل بالظبط هنهبط. وح-
الحمد لله على السلامة. والمكان من بره بيبان صغير، ولكن زي ما انتم شايفين بيتكون من 7 طوابق تقريبا. ورايح على القسم الثاني من اقسام المتحف اللي اسمه مختبر اعادة تأهيل الطبيعة. وده شكل دبي بعد 50 سنة، كل حاجة عربيات بتطير وطرق جديدة وبنايات عالية، بس في بنايات فضلت زي ما هي. داخلين على مختبر الطبيعة زي ما انتم شايفين، راحة نفسية. مختبر إعادة تأهيل الطبيعة بيتيح لزوار اللي بيزوروا المتحف ان هم يتعرفوا على مختلف التحديات البيئية اللي ممكن تواجه البشرية في المستقبل، وازاي نقدر نتغلب عليها. ودي نسخ هولوجرامية لكل الكائنات الأرضية. تخيلوا كل كائنات الأرض موجود منها نسخة هنا، كما كان بيحفظ كل جينات المخلوقات على الأرض لو حصل يعني حاجة وفنت البشرية، ويفضل عندهم ارشيف كامل لإعادة إنتاج وإحياء العالم كله. يعني المكان ده صاير كأنه سفينة نوح. طبعا الصور كلها هولوغرافية مش جينات حقيقية، ولكن بيكفي إنك شايف كل مخلوقات الأرض موجودة في مكان واحد. أنا مش معجب بالحاجات الكبيرة، أنا معجب بالحاجات اللي هي صغيرة وبقت كبيرة، زي مثلا البكتيريا. هذا قسم البكتيريا، فأنت بتشوف البكتيريا الأول مرة هي بتتحرك قدامك. الحيوانات شايفينها كتير، بس إن الحاجات صغيرة كده وتقدر إنك تشوفها جميل. فكرة حلوة، فكرة حلوة. وعلى ذكر الطاقة النظيفة المتجددة اللي المكان ده بيدور عليها، فالمكان كهربته بيتم تخزينه ب 4000 ميجا وات من الكهرباء اللي بيتم انتاجها عبر الطاقة الشمسية، عبر محطة خاصة متوصلة بالمتحف تم بنائها بالتعامل مع هيئة كهرباء وميناء دبي. ولا حزاء للناس اللي الكهرباء عندها مقطوعة. وبيستضيف المتحف مجموعة من مختبرات الابتكار اللي بتركز على الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل، بالإضافة لقسم دائم عن الابتكارات المستقبلية في جميع المجالات. إن شاء الله هنشوفهم كلهم. يا جماعة كنا فوق محطة الفضاء المدارية، جينا مختبر إعادة تأهيل الطبيعة، رحنا على الواحة، مستقبل اليوم وخلاص. 1-2 يلا بينا. الواحة مكتوب هنا ان الواحة هي تجربة مميزة بتوفر اجواء مليئة بالراحة والسكينة وعالم فريد بيحاكي الحواس. فهمتوا حاجة؟ ولا انا؟ فخلينا ندخل ونشوف. بس سامحوني التصوير الاضواء كلها يعني خافتة، فاتمنى يطلع التصوير كويس. سامحوني مقدما. فالقاعدين ليه كده؟ في ايه؟ ايه ده؟ اهدى اهدى. الضوء بيتجمع بيتفرق من حواليا. ما شاء الله، شيء جميل جدا. يعني هو اختراع ملوش اي معنى، ولكن فعلا بيحسسك كده بالاسترخاء والتناغم مع المحيط اللي حواليك. ما فيش اي فايدة، بس شايفين الجمال، شيء رايق جدا. واضح لما قالوا استرخاء كان فعلا استرخاء، لان حاطين شيزلونجات كده عشان تريح عليها. ما هذا الروقان يا جماعة؟ اذا بتتفرج على الفيديو لغاية دلوقتي فاشترك بالقناة، تابع معي رحلة الى متحف المستقبل. فورا تشترك، كأن انا بقيت رايق، كأني محشش مش عارف. ورايح على القسم الرابع الموجود تحت ده اللي اسمه المستقبل اليوم. وادي مستر نادر. هاي مستقبلنا اليوم. ومعرض المستقبل اليوم باين ايه اللي موجود فيه من اسمه. فالقسم ده موجود فيه كل الاختراعات اللي كانوا بيتوقعوا انها تكون في المستقبل البعيد، لكن حاليا موجودة في عصرنا الحالي. عشان كده موجود هنا اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في مختلف المجالات في كل العالم، كلها موجودة هنا. وبيكون كمان المتحف منصة لعرض واختبار احدث الاختراعات من عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة الموجودة في العالم،
طبعا كلنا تعودنا على السيارات الكهربائية، ولكن لسه ما تعودناش على السيارات الطائرة والسيارات ذاتية القيادة. شايفين ده باص مدرسة وبيروح ويجي يوصل الولاد بدون أي تدخل. طبعا ده حلم كل أولياء الأمور إنهم أولادهم يروحوا ويرجعوا من المدرسة بدون ما يحتاجوا إنهم يصحوا الصبح عشان يوصلوهم. ده كمان إنسان آلي وبيعمل بالذكاء الصناعي. طيب تعالوا نعمل مقابلة معه عشان تكون أول تجربة ليا مع إنسان آلي بيعمل بالذكاء الصناعي. هل يمكنك غناء أغنية؟ أنا لست على قيد الحياة، لكنني بحاجة إلى مصدر طاقة دائم لكي أكون مستيقظا بنفس الطريقة التي يحتاج بها البشر إلى الأكسجين والماء والطعام للبقاء على قيد الحياة. هل ستحل الروبوتات محل البشر؟ اسمي أميكا، أنا روبوت بشري وأعمل لمتحف المستقبل. هل عندك أي أسئلة بالنسبة لي؟ هل ستحل الروبوتات محل البشر؟ أخشى أنني لا أعرف الإجابة على هذا السؤال. ربما يمكن لأحد زملائي البشري مساعدتك في ذلك. يا إما مش عارف يا إما بيتهرب بالإجابة. كل الأحوال هو شيء رائع. أعتقد أنك رائع جدا أيضا. لا ده لقط اللي أنا قلته كده، فعلا طلع بيستوعب كلامنا وفاهم علينا. كمان المتحف بيكون مقر دائم لكتير من الشركات اللي بيكون هدفها محاولة الوصول لحلول للتحديات اللي هتكون موجودة في المستقبل، زي الأسئلة الغريبة اللي موجودة قدامي، هل حيكون الماء مكان الفحم في المستقبل؟ الله أعلم. فالباحثين والمصممين والمخترعين والممولين بيتجمعوا هنا كلهم في المتحف ده تحت سقف واحد، ويحاولوا يجاوبوا هنا على تحديات وأسئلة مستقبلية. يعني أخدتوا فكرة عامة عن القسم ده، خلينا نروح بقى على آخر قسم، قسم أبطال المستقبل. كمان بيحاول المتحف ان ينشر الثقافة التكنولوجية اللي حولت دولة الامارات العربية المتحدة لواحدة من اكتر دول العالم تقدم في اقل من 50 سنة. ومن هنا جت فكرة قسم ابطال المستقبل اللي بتكون منطقة تفاعلية متخصصة للاطفال عشان تشجعهم على تطوير مهاراتهم المستقبلية، طبعا من خلال العاب وانشطة ترفيهية مختلفة زي ما انتوا شايفين. واكيد لو عندك اطفال هم اكتر ناس هينبسطوا في متحف المستقبل. طيب المتحف بيختلف شوية عن المتاحف التقليدية اللي أنا زرتها قبل كده، اللي كان بتعرض أثار أو مقتنيات قديمة من وراء حواجز ومنصات كده معزولة، ولكن حسيت كأني ركبت أهل الزمن أو بوابة عبرت منها ناحية المستقبل وعالم الغد. وتخيلت في المتحف مستقبل دبي وتصميمها وتنفيذها اللي بيكون جوهر عمل المتحف. يعني قصدهم ان احنا مش هنكتفي ان احنا نكون رواد في الحاضر، بل كمان لازم نتخيل المستقبل ونصممه وننفذه. وسلام يا كلب يا آلي، يا جماعة شيء خرافي الكلب ده، جنني وين ما بروح بلاقيه في وشي. تحضرني اقتباسات ملهمة من أقوال الشيخ محمد بن راشد المكتوم المكتوبة هنا في مدخل متحف المستقبل، وبيقول لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئا يستمر لمئات السنين. المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه. المستقبل لن ينتظر أحد، المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم. وهكذا يا جماعة الخير من هذا المكان الجميل تنتهي رحلتنا النهاردة. أتمنى تكونوا انبسطتوا في متحف المستقبل وشفتوا شيء جديد. يا ترى هل هذا حيكون مستقبلنا؟ الله أعلم بعلم الغيب. لحد هذا الوقت ما تنساش تشتري من القناة وتبعتوا أصحابك اللي بيحبوا السفر والرحلات، وأتمنى فعلا يكون الفيديو عجبكم وانبهرتوا مثل ما أنا انبهرت، وأشوفكم بخير في فيديوهات تانية إن شاء الله. وسلام. الحرارة دمرتني، الحرارة دمرتني تقريبا 45 درجة حرارة، ولكن أنا بحب الشمس فأنا بحب أمشي إن شاء الله لغاية ما دوب، بس أنا مشتاق للشمس عشان كده مرهق إرهاق شديد. ومن هذا المكان الجميل أجمل مبنى في العالم أقول لكم سلام. باي. سلام.